رد اجا طبعا ضعيف. عمله مكشوف لحزب الله نتيجة العملاء اللي بيقتوا إزالة إسرائيل شيلها من حسابه. نعم. الدخول إلى الجليل مش قادر عليه. عارف إنه معاركه لا تأتي بنتيجة. مديونين كلهم بالتيار. مديونين لحزب الله عملوا النواب. مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من استوديو لبنان الكبير بنناقش فيها آخر المستجدات الحاصلة في المنطقة ولبنان مع ضيفي رئيس موقع الكلمة أونلاين الأستاذ سيمو أبو فاضل. أهلا وسهلا أستاذ سيمو. شكرا، تحية لك ولمشاهدين. تسلم أستاذ سيمو. يعني بدنا نبلش بالرد اللي حصل يعني من يومين ثلاثة، رد حزب الله على إسرائيل نتيجة اغتيالهم الرعيل الأول لحزب الله يعني فؤاد شكر. كيف شفت هيدا الرد؟ هل معقول يتبعه رد آخر؟ كل المواطنين اللبنانيين كانوا بيطلعوا على يعني عدم حصول حرب. نعم. تبعوا تعبوا من حرب المشاغلة اللي هي رهان تدميري على حساب البلد وحساب الوطن، وعم يدفع ثمنه كتير من أبناء البلد، يعني تهجير وقتل وكذلك اقتصاد. إلا أنه إذا واحد بده يحكي بالوقائع السياسية، أمين عم حزب الله بعد مقتل إيادة فؤاد شكر حكي كلام عالي وحكي بتهديدات عالية السقف. من الطبيعي يكون الترقب للعملية أنه توازن ما كان يهدده، يعني ما كان يقدم عليه من كلام، ويتوقعوا المراقبين أن يكون هذه العملية توازن درجة التهديد اللي عود الناس عليها بالموضوع الداخلي كمان، حتى وكان يهدد بالداخل ويعملوا عمليات، ومن ثم كما شفنا بسبع أيار يعني أنه كانوا يعملوا عمليات ويروحوا على إجراءات بحجم ممكن كلامهم. اللي صار أنه رد إجا طبعا ضعيف متواضع. ليش؟ لأنه أنا عم بسأل وجاوب. ليش؟ لأنه إيران اللي هي تقود وتوجه حزب الله عم بتدير مفاوضات مع أمريكا بالواسطة بالعراق وبمصر وبعمان بعدة دول، لا تريد معركة مع أمريكا، لا تريد تكبير المعركة. هلا بقول ليش. أولا إيران الحديد اليوم عم بتبيع نفط، مثل ما باعت رأس اللبنانيين ودم الفلسطينيين بغزة، عم بتبيع نفط بالسوق الدولي بحدود صاروا شي 30 مليار دولار وما فوق، رغم العقوبات الأمريكية عليها لأنه مدوزنة عملية حركة الممانعة وأزراعة بالمنطقة ما عدا طبعا ما يحصل في غزة، بعد ما تراهن على أنه هي ما بدها تحرق أوراقها على قاعدة أنه في عد عكسي يمكن 80-85 يوم في انتخابات أمريكية جديدة لانتخاب رئيس. تراهن انه اذا اجوا الديمقراطيين رح يكمل هذا التماهي مع يعني المسايره الامريكيه لايران والتهاون معها، واذا اجى ترامب ممكن يكون اقسى شوي بس بالنتيجه في اتفاق. نعم. فاذا ما بدها تحرق اوراقها هي بالمنطقه، هي اول نقطه. من هيك اذا بنشوف السيد حسن متذكر عندما كان في دفن تشييع فؤاد شكر. نعم. طلع يقول انه ما حصل هو ضرب لهيبة ايران وهيئة كرامة ايران وصورة ايران بمعنى كأنه هو يسعى الى تحريض ايران، لانه متوقع انه ايران لن تقدم على عملية لهي الاسباب. بس هل هو يحق له ان يحرض ايران على ذلك؟ لا يستطيع، لا يعني ليس لديه القدرة، ما ايران هي من تمني على يعني امين عام حزب الله، هي تحرك حزب الله. النقطة الثانية انه اليوم انه في هذا قلنا العد العكسي، فاذا لا تريد ان تدمر، اجى رد تحت سقفين تما نضيع المشاهدين. نعم. السقف الايراني اللي امبارح حتى قالوا عنه بايران انه من خلال الوكلاء، يعني وبعد ما كانوا ربطوا رد بغزه انه بهدني بغزه منطق نحن هدني بغزه، ليش عم بيميعوا الموضوع انه شو بيصير بغزه اذا وقفت صار في هدني بغزه وخلصت المعارك نحن بنوقف الرد. فاذا ايران يميع الرد اول نقطه. وعي السيد حسن شاف حجم الحضور الامريكي، هو اعترف فيها بعدين عندما قال انه نحن قبل بنص ساعه الامريكان عرفوا بالعمليه، وكان دائما انه حزب الله يميز حاله انه عنده عنصر المفاجاه بتحقيق ضربه تفاجئ العدو الاسرائيلي. فاذا يعني هو تم في اقرار انه فشلوا بالعمليه، وطبعا يعني العمليه اجت بهذا الحجم الضعيف لانه وعي السيد حسن وشاف انه في قوات امريكيه بالمنطقه
ستؤدي إلى يعني العملية إلى تدخل إذا كانت أكبر إلى ردة فعل أمريكي. وهذا ما نجح فيه نتنياهو من خلال ضرب فؤاد قتل فؤاد شكر وإسماعيل هنية باستجلاب الأمريكان إلى المنطقة. نعم يعني أنت بتقصد أنه حزب الله اعترف أنه أمنه مكشوف قبل بنص ساعة طبعا يعني أمنه مكشوف لحزب الله نتيجة العملاء اللي ببيئته اللي عم بموت من عنده ناس عم يعني من قتل يعني القياديين عنده انه مش كله فينا نقول عنه انه له علاقه بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومشاقته. نعم. في محلات في كميه عملاء بهذه البيئه يجب على حزب الله ان يعني يعني يعالجها. مش التليفون اللي هو عم بيوضح لنا نتنياهو والامريكان انه تليفون جزء نسبه نعم. معينه نعم نسبة معينة ما في ناس طيب ما عندكم معه تليفون. نعم أنا بدي أحكي تحديدا عن خطاب السيد نصر الله بعد هذا الرد اللي جاء، خاصة وأنه بأول بياناته كانوا عم بيقول أنه نحن حققنا أهداف بالمباشر، وبخطابه الأخير قال أنه بالختام إذا لقينا أنه الرد غير كافي فنحن حنعاود من أول جديد يعني الضربة على إسرائيل وتل أبيب. برأيك هل من ضربة أخرى لإسرائيل؟ هذا كلام للجمهور يعني عرف أنه خطابه كان ضعيف، يظهر ضعفه ويظهر أنه فشله باللي أقدم عليه. نعم. عم بخلي نوع من يعني أنه بمفهوم هو أنه نوع من التحذير يعني والتوتير الإسرائيلي بنظره، إلا أنه الأمور يعني وقفت عند هذا الحد. نعم. إيران قلت لي أنه إيران قالت عبر وكلاءها أنه هي حترد على إسرائيل، برأيك هل هذا الرد سيكون في القريب العاجل واحد أو حيكون مماثل لرد نيسان الماضي؟ إذا بدنا نأخذ طبيعة حلفاء بالمنطقة وكلاءها نعم. وين؟ يعني في العراق صار في عدة عمليات منه من العراق وصار في يعني ردة فعل أمريكية، عفوا مش بس لأنه قصفوا مراكز وقواعد أمريكية. العراق يعني رئيس العراقي عالج الوضع وأخرج العراق من هذه الساحات. الحوثيين معروف سقف يعني ضرباتهم محدودة رغم أنه موقعهم استراتيجي ومؤثر يعني على بالمحيط بالبحر الأحمر خليج الفارس عفوا أو الخليج العربي كل واحد بيسميه يعني عم نحكي نتيجة من هذه الناحية أنه ما بقي إلا لبنان. سوريا ظهرت من هذا الموضوع حماية نظام سوريا نائب النفس سوريا حماية نعم. نظام سوريا وبشار الأسد تمنوا عدم الدخول بمواجهة إسرائيل منذ بداية الثورة واضحة. ولكن مش مستغرب فقال لك توصلك لمحل أنه سيكون إذا في شيء رد من لبنان ولبنان شفنا يعني اليوم بأي ظروف هذا موضوع تهويل دايم من قبل إيران. هلا كيف يكون الرد؟ أولاً خلينا نأخذ بعين الاعتبار بأي زمن. اليوم في أساطيل بالمنطقة. أما قلنا نتنياهو تمكن من 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 استجلاب الأمريكيين إلى المنطقة وهالمرة رجعوا بكمية كبيرة يعني بعدد كبير ب ب ب بقطع أكبر. حتى يعني يحكى علناً إنه حتى من ضمن الأسلحة إنه في أسلحة هجومية مش بس ردعية. هيدا السؤال اليوم هل هيدا إني حضرتها إذا ضربت إيران ما تقدر تقطع أي مغزوف في طيران هيدا موجه يعني درون او مسيرات او صواريخ ما يكون في ردة فعل إسرائيلية. اليوم مش الحذر انه اذا بتضرب ايران تكون ضربتها متواضعه كمان ولن تكون الا يعني نفس الوتيره اللي كانت بالسابق. نعم. لانه اليوم الحذر والتخوف من أن يستغل نتنياهو اللي ضرب المفاوضات وعطل المفاوضات يستغل الوجود الأمريكي الكبير في هذه المنطقة ويقدم على ضربات بقلب إيران لإنشاءات النووية اللي عم بتم فيها التخصيب لأماكن نفطية باعتبار أنه اليوم هذا الوقت اللي هو بناسبه لا سيما اذا نطلنا جمعه جمعتين ثلاثه بيكون دخلت الاداره الامريكيه بفراغ اكثر وكان واضح تعاطيه مع الامريكان عندما اجى وزير خارجيه امريكا بلينكن وقال له بالاعلام حتى الامريكي انه تم انه ما احترموه والتعاطوا معه يعني باذلال باسرائيل يعني نتنياهو مسكر على ما يمكن يعتبر تسويات يريد ان يستمر
والى ذلك من يومين انعطت انطلقت خطه امنيه بغطها سياسي بتطهير الضفه الغربيه من كمان فلول الممانعه. نعم. وحماس معناتها الجماعه مكملين. نعم بدي احكي انا عن المفاوضات، ولكن ما كان عندهم ذريعه لجانب الاسرائيلي وحزب الله انه يستفادوا من هالضربه ليدخلوا بحرب شامله. لكن الحرب الشامله انه ما واحد بيقدر يقول انه مثلا حزب الله ما عنده مقدرات ناريه، يعني اول يوم وثاني يوم وثالث وخمس عنده مقدرات، يعني هذه الاسرائيل بس حزب الله ما بده اساسا الحرب. اسرائيل تعترف فيها لانه ما بعدها، يعني اليوم الدمار بده يتبعها، ما لها علاقه اذا عاملين انفاق و يعني هذا ما هذه المشكله. شو الناس والمدنيين وين هني؟ يكفي حتى اليوم بهذا الرهان الخاطئ اللي عملوه واخذوا السيد حسن، اليوم لبنان وصل لهذه النتيجه والجنوب تدمر والناس بتهجرت وعم يعني وعم الاقتصاد عم يتدمر. فاذا انه منا القصه مرتبطه انه اذا ضرب الحزب بده يضرب لاي غاية اليوم، يعني ازاله اسرائيل شالها من حسابه. نعم. الدخول الى الجليل مش قادر عليه، المشاغله بينت انه هذا سقفه وما عطلت بما يحصل بغزه من 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 دمار ومن يعني عمليات عسكريه، لا بل اضيفت اليها الضفه الغربيه. فاذا الحزب يعني عارف انه معاركه لا تاتي بنتيجه. يمكن اذا اسرائيل شنت الحرب وهي بعد مش موقتها كمان يمكن هو يرد بكثافه، الا نحن بنقول النتيجه. النتيجة هلا ان الحزب ما له مصلحة بهذه الحرب. الحزب كما ايران هو تلميذ ايران وربيب ايران، هو يريد ان تقطع المرحلة هي تيرجع يلتف على الداخل ويتحكم بالداخل، يعني بده يصرف طاقته بالداخل، بده يقول انا عندي مرشح رئاسي بدي اياه اذا كان ربحان، لانه يعني حسب التوازنات حسب التحالفات برايك حيستفيد رح يقول بدي مرشح اذا بدي مرشح، واذا كان يعني محوره مش ربحان او خسران رح يقول انا شفت حملات علي وانخضاضات، انا بهذا الواقع اريد ان اطمئن الى واقعي، بدي الرئيس كمان يحميني. يعني على الجهتين بده يصرف ما عنده من قدرات عالية أو متواضعة أو تراجع بالداخل اللبناني. نعم أحكينا قبل ما أفوت يعني بتفاصيل الداخل اللبناني ورئاسة وحزب الله، ولكن حكيتنا أنت عن الأنفاق. برأيك فيديو اللي سرب أو مش اللي سرب اللي نشره حزب الله قبل هذا الرد اللي هي تحت منشأة عماد 4، هل هذا الفيديو أخاف إسرائيل برأيك؟ لا هي يعني مثل نفت انه يكون ضرب حزب الله هيدي الضربه اللي روحت كثير من الشخصيات عندها. انفاق حزب الله اسرائيل حكيت عنها. نعم. يعني بعد ما انحكى بعد ما خبى يعني كشفها، هن عندهم متوقعين انه في انفاق، يعني متوقعين هلا بعيدا عن 2014 15 اكتشفوا انفاق وسكروه. نعم. وكان واصل لقلب يعني قاطع الحدود. نعم. الا هن بمفهومهم انه الانفاق يعني واقع عسكري موجود، الا بده يتاخذ بعين الاعتبار انه ما نتيجتها، يعني اكيد الانفاق موجوده، يعني اللي عملته حماس بغزه انه حزب الله عمل مثله بلبنان لانه عنده سهوله التحرك اكثر، عنده امكانيات يجيب معدات، عنده وقت كان سابق، يعني عملته حماس مش هينه كميه. نعم. الانفاق وطبيعتها وتاهيلها، يعني شيء شيء متقدم ويعتبر يعني نوعك بطبيعه المعارك، يعني الا انه الحزب موجود عنده بس اسرائيل ما توقفت عندها، قالت نحن متوقعين يكون في هكذا انفاق، وهي عم تقول المعركه مش بينها وبين الانفاق، يعني مش انه اذا طلعت هجمه من ممكن من من طاقه معينه وضربت، ما ضربوهم هودي قبل ما تطلعوا. نعم. بعمليه اخيره. فاذا هي ما سيصيب لبنان من دمار وكوارث في حال كبت الحرب. برأيك ليه كان عم ينشر هيدا الفيديو؟ كيف شفت هيدا؟ كيف قراءتك لهيدا الفيديو؟ هيدي محاولة ردعية انه نحن عنا امكانيات وقادرين نستمر كما استمرت حماس. ترجمت حقيقيا انه ما بينت، يعني لانه الرد الاسرائيلي مستمر بالداخل. امبارح امبارحة بعلبك صيدا، يعني عم يوصلوا على صيدا اللي بقى عشمالي مباح مستباح يعني. تماما. فاذا يعني الكلام عن تهديدات الحزب
لإسرائيل بعد ما ترجمت بما كان يقول عليها. في غلطة عملها الحزب بحق البلد، ومش أول غلطة يعني، إنه اعتبر إنه معارك غزة دائما بتاخذ شهر شهرين بين الحماس والإسرائيليين. فوت حاله على هالساحة حتى يكون هو موجود بالمعادلة، استمرت، وهلأ هو عم ينزف والبلد عم يدفع الثمن. نعم، قلت لي بده يستثمر حزب الله داخليا وبالرئاسة، برأيك هل سينجح بالإتيان بمرشح سليمان فرنجي رئيس تيار المرضى إذا بعده هو مرشح؟ هو بعده مرشح يعني في العلن، بعده بالعلن بعده مرشح. نعم، ما في حركة بالمنطقة لتسوية رئاسية يعني جدية، هي لها علاقة بالتوازنات والقدرات عند يعني فريق المؤيد لفرنجي والفريق اللي ما بده فرنجي، كيف عم يشتغلوا مع بعضهم. اليوم الممانعة مستمرة بهذا الوتيرة وبهذا الترشيح، بينما الفريق الآخر إنه مضاضع يعني عمل خطة دفاعية بتبني ترشيح جهاد أزغول. نعم، بينما انتهت هون، وشفنا مبادرة المعارضة اللي رفض أساساً الثنائي الاجتماع فيهم. طبعاً نعم. يعني المبادرة عدة واحدة ما يعني أصغر من الحركة الكبيرة. نعم، يعني بمعنى حركة عادية. اليوم في مجموعات كبيرة خارج إطار الرؤية كيف بدها تتعاطى مع المستقبل. يعني المعارضة هي هم مجموعة اللي قالوا نحن بدنا رئيس مثلا غير سليمان فرنجي. طيب اليوم كيف عم بتعاطوا، كيف عم بأهلوا حالهم؟ هل قالوا نحن مثلا عندنا مشروع جديد انه يعني رئيس جمهورية رئيس حكومة يعني متقاطعين عليهم؟ ما فيهم يقولوا انه نحن انه باقيين على جهاد أزغول طالما هن باقيين بفرنجي. بينت انه اثنيناتهم تحدي، انتم كنت تقدموا مرشح حل من عند القوى المسيحية. هلا هو تحديدا يعني المصر على هيدا الشيء هو الدكتور سمير جعجع، يعني انه هو المتمسك اول شيء بعدم الحوار، برفض كل اشكال يعني دعوه الرئيس بري الى الجلسه وغيره، وب يعني الاصرار على جهاد الزعور او انه عدم طرحه الخيار الثالث يعني بعد بالعلن. خلينا نقول اليوم انه الطلب باحترام الدستور باللجوء الى آلية يعني دستورية انتخابية اللي هي بنص عليها الدستور الديمقراطية السليمة. نعم، هو منطق سليم وحق، الا بالملمات والازمات والناس عم بتهاجر عم بتفل. شو المبادرة يعني شو بده ينعمل؟ بفهم الرئيس بري كمان لازم يعمل ابجريد يطور مبادرته يعني الحوارية، بس اليوم اقله لازم يكون في تلاقي يعني يكون في حوار، ما عم نحكي شعر وانشا. لازم اليوم يلاقوا حل، مش اول مره بيتحاوروا، مش اول مره كل هالتركيبه عندها علاقات بين بعضها تحت الطاوله فوق الطاوله. اليوم الشعب بده حل، بده يلاقوا حل. يمكن دكتور جعجع يعني مش يمكن انه عنده اعتراض على الحوار بالاساس، وكمان يمكن انه الحوار الفضفاض لازم يصير فيه اللقاء، وانا هذا ما بدخل فيه بالموضوع الامني يعني الوضع الامني الاعتبارات الامنيه، بس اقله لازم يكون في لقاءات يمكن بينه كرئيس كتله كبيره مع رئيس نبيه بري. يعني بده ينعمل خرق، ما بيبقى البلد برايك الحل البلد عند تلاقي جعجع مع بري؟ بدايه حل يعني اول شيء بدايه ترطيب الاجواء بالبلد، التشنج اللي عم بيصير. طب اي ترطيب اجواء اذا هن رفضوا الجلوس مع المعارضه الثنائي شيء؟ مضبوط، بس انا عم بقول هني عم بقولوا ليش عم تقلق ليش؟ يعني قال لي احد نواب مقربين رئيس بري قلت له ما لكم حق انتم يعني ترفضوا اللقاء مع المعارضه، الاقلها اقل بالجمعه اللي فيه ممكن يكون في لقاء انه يخففوا شوي هن الحمله علينا وعلى رئيس بري، هيك عم يعتبروا. عذر هيدا مش مقبول، بس انا عم بقول لك كيف، يعني أنا عم بيجتمعوا معهم بس يبطل في الحملات ضده، هذا يتطلب بس هيدا ما يعني ما بدي انا احملها يعني بين كانه عم ظهر حدا من المسؤوليه، بس بعدني على كلامي انه ما فيهم الا ما يعملوا حوار. يعني اليوم اي رئيس اليوم راحوا عليه بجلسات متتاليه، مين بيقول انه بجلسات متتاليه
مثلا ممكن يتم انتخاب رئيس، ممكن ما تتم تبقى جلسه واثنين وخمسه ما تضبط. بس ما تنسى هلا عندك التيار الوطني الحر وعندك المنشئين عن التيار الوطني الحر اللي تم اقالتهم واللي استقالوا، وعندك نواب الاعتدال ووفق معطيات لبنان الكبير في كتله عم بيجري العمل عليها بين الاعتدال ومن غادر التيار الوطني الحر. يعني هو يعني كلهم فيهم يكونوا بيضة القبان. غادر التيار الوطني الحر يعني هني اثنين مبدئيا نبلش فيهم هلا. يعني الاستاذ الياس ابو صعب عنده يعني خصوصيته، وحكي قبل انه انا عندي تمايز. نعم. هو عنده ادوار وعلاقات مع القوى السياسيه جبران، بس يعني رافضها، يعني ما قبل فيها. بدا هون التباعد، غير الخلاف اللي هو صاير مع الثلاثه الباقيين. انا بنظر للحزب للتيار الوطني الحر انه هو كوبي بيست عن حزب الله، يعني امتداد لحزب الله، يعني منه حاله سياديه، منه حاله اصلاحيه. نعم. انه قلع هون اليوم اذا هو بعيد سليمان فرنجيه، اذا سيمون ابي رامي بعيد سليمان فرنجيه، طيب اوكي سابقا يعني حد مثلا هيدا قلع هون سليمان فرنجيه جاب 51 صوت، اذا حط هلا هو وسيمون ابي رامي سليمان فرنجيه صاروا يمكن 53. وانا الاعتدال، لا الاعتدال انا بدي اذهم الاعتدال والاشتراكي ما بروحوا على رئيس في التحدي، مع انه يعني ما بروح على رئيس تحدي، بيبقى عندك بعد نايب بعد ما استقال مش معروف باي اتجاه، بس اليوم هي انه هذا الفريق باي اتجاه بده يروح، بس انه هو اثنين هو بزيدوا هو بزيدوا. سرب للنائب علاء عون امبارح حديث عم بيقول فيه منحة التحريك كما سرب، يعني ما في شيء دقيق انا فيني اجزمه، انه التيار انه حزب الله وحركه امل الى جانبه وهن حيكونوا الرافع الانتخابيه له بالانتخابات المقبله. اخذ ردود فعل يعني ما على يعني حركه او علاقه الاعون بالحزب واضحه، وقت بيشيد فيه وبيعتبره بقول انه الاسد النايم بخوف، كيف اذا كان الاسد معروفين انه هودي الناس بالتيار مديونين، لا يعني مديونين كلهم بالتيار، مدونين لحزب الله عملوا النواب، مدونين لحزب الله سكت عن فسادهم، مدونين لحزب الله انه كبروا الكتل. يعني ماني مستغرب انه حزب الله يقول هيك عن على عون يقول موعود، وماني مستغرب انه حزب الله انه يدخل على التيار ويتلاعب فيه. يعني هيدا لانه هو عنده قدرات قادر يفوت على التيار، ولانه التيار ما فيهم يقولوا اليوم، يعني التيار ما بيقدر يقول انه هود النواب وغيرهم انه وقت اللي حسان دياب يعني قال ما فينا نعطيكم امتياز لمعمل سلعاتها، بيطلعوا عدد من النواب بيناتهم هو انه نحن ما بنقبل سلاح حزب الله، وبس ياخذوا معمل سلعاتها اللي هو صف او فساد بيصيروا يقبلوا بالسلاح. هيدا فريق منه سياسي، هيدا فريق بيع البلد، يعني ما بغير اذا زادوا اثنين او ثلاثه. طب كيف؟ هلا بدهم في يمكن عم تشوف باي اتجاه بده يروح. نعم. يمكن انا على اساس انه حاطط حاله هو للم الشمل التيار، هيدي لم الشمل صعبه، يعني ما بيقدر انه نائب ابراهيم كنعان يقول انا بلم الشمل، يعني انه لم الشمل انه يقعد ميشيل عون مع الا عون ومع ناعم عون ما راح تزبط، يعني مفهوم ميشيل عون ما راح تزبط، يعني هو يطرح مبادره هذا حقه الطبيعي، هو معتبر انه ممكن تصح. انت تؤيد طرحها اعلاميا هيدي المبادره؟ هن خلافاتهم ظهرت على العلن، يعني مش نعم. ما يعني والناس مش بالها، يعني عندها هم اكبر، يعني النواب التيار عندما كان 26 نائب ما حقق نتيجه، وكان عنده رئيس جمهوريه حقق نتيجه، واذا صار 10 مش يعني انفراط التيار انه خدمه للبنان، نتائجها ايجابيه لانه حاله يعني حاله شو بيقولوا سلبيه. نعم. مش غلط يعني. نعم. كنا عم نتحدث عن التيار ويعني الاستقالات اللي صارت، برأيك هل سيخلخل التيار هذه الاستقالات؟ أكيد بتراجع يعني عدده. هذا الموضوع له علاقة كيف بدهم بالانتخابات يعملوا انتخابات، هل أنه جبران باسيل يعني حيكون على علاقة ودية مع الثنائي تيجي يصل على النواب؟ عندنا أول استحقاق هو استحقاق اللجان النيابية، يعني عندك في بتشرين إعادة النظر يعني أو طرح إنه رؤساء اللجان النيابية، في لجنتين وفي مركز أمين سر لألا عون، ولجنتين، وحدة للأستاذ إبراهيم كنعان هي المال والموازنة،
والرياضة، شباب الرياضة اللي سمو أبي رمية، فإذا كيف راح يتعاطوا معه؟ هل إنه الثنائي الشيعي مع الآخرين حيفوت بمواجهة مع مثلا مع جبران باسيل بهذا الموضوع ويصير؟ توقعي أنا، توقعي وحسب ما عم بسمع يعني، إنه ايش بدي بمنع عن هالموضوع، انه انا بتعاطى مع الحزب، يعني انه اذا الحزب ما منه داعم مرشح يعني انا بظهر منه. هلا والرئيس بلي يعني بيعرف كمان يرد الضرب، انه كمان بالانتخابه وقتها مع طيور تيار الوطن الحر، يمكن انه يأبي باطل اعاده هودي مثلا الناس تحدي لجبران باسيل، انا ما تعاطيت يعني بهذا الموضوع. فاذا هذا الموضوع ما انه أزمة لبنان، أزمة لبنان هو بوجود التيار وبوجود أحزاب ما قدمت مصلحة العامة، وهذا صرنا عم نحكي هون شعر. هلا بالنسبة للنواب، ما في نايب اليوم له قيمة مميزة. نعم. يعني كل النواب اليوم هن أعداد أعداد، يعني إن كان ألاعون أو أنه سيمون أبي رمية ما لهم قيمة خارج الأحزاب، شفناها كلهم. في الأرض هي من تغطي. لبت كيف يعني؟ وهيدا السيء بالأحزاب، إنه بيجي انه نايب انه بنط رئيس الحزب ساعتين بيفتح الباب بيقول له وقف لي هالكلام عن هالموضوع، يعني منا انه وضع دراماتيكي انه ألاعون ترك، ما ألاعون اليوم انه بالاساس هو بالممانعه، يعني شو فرقي؟ يعني هذا السؤال ننطر الانتخابات. نعم، بدي ارجع على الشق الرئاسي برايك، هل من رئيس؟ يعني شفنا امبارح حركه نشطه للسفير الفرنسي، وعم نشوف هيك مثل بلشوا شوي شوي يستنقفوا نشاطاتهم، برايك هل من رئيس؟ لا بكير الموضوع الرئيس، اذا هلا اني هيك عم نحكي هيك، انه اذا هلا بيقولوا كلهم لحزب الله بدنا سليمان فرنجي، هلا بيجي بيعمل اجتماع هلا بعد ساعتين وبينتخبوه. اذا ما في سليمان فرنجي حيبقى الوضع معطل، يعني هلا ما في رئيس، الواحد خلص المنطقه ورئيس بيجي من ضمن تسويه. هذا الكلام عن عمليه ديمقراطيه سليمه بالداخل هو كلام مبدئي بس دون نتيجه. نعم، بدي ارجع عن المفاوضات اللي سبق وتحدثت عنها، وعن كلام الجنرال الامريكي رئيس هيئه الاركان الامريكي اللي قال انه مخاطر توسعه الحرب بالشرق الاوسط هي 100% انحسرت. يعني برايك لوين واصلين طالما هذا الحديث من رئيس هيئه الاركان الامريكي اللي جاي اساسا بتل ابيب يعني وتواجد على مدار يومين ثلاثه؟ صار في قناعه هون، هو يعني بيجي كلامه يعني ردا على سؤالك بالبدايه انه حدود ايران بالحرب وين بدها توصل؟ يعني انت ما رح توصل الى حرب. وعم نرجع نعيدها، انه امبارح يقول مسؤول عندها نسيت منه، يعني طلع بالقائد العسكري يقول نحن الوكلاء بدهم يردوا، يعني ستكون عمليات يعني متواضعه. هذه النقطة. هلا النقطة هي اللي بالمنطقة وين رايحة المنطقة، نتنياهو مكمل بغزة. أنا كمراقب عم بتطلع عم شوف إنه نتنياهو صاروا عدة مرات بيقولوا الإسرائيليين إنه وصلوا حد السنوار، يعني وصلوا كان السنوار غادر. هل إنه يعني هن بعد ما صار عندهم هالرادارات يعني عم يفشلوا بالقضاء عليه؟ لأنه هو الهدف لنتنياهو إنه يحقق انتصار. الانتصار هو بقتل السبعه. عنده انتصارين، يعني في واحد ما بيعني هو قصه الاسرى، بكره بيقولوا بلشوا يعني يطلعوا امبارح حرروا مش حرروا واحد. نعم واحد. بس انه موضوع الاسرى فيهم يقولوا انه هذا هودي يوما ما شهد الدوله العبريه واليهوديه ويعملوا بلاطه ويصيروا يعملوا لهم مهرجان يعني سنوي، احتفال سنوي او ذكرى سنويه. بس هو يعني ما قضى على قياده حماس، مش حماس، قياده حماس ما قضى عليه اي سنوار، ما حرر اسرى من لبنان في كميه كذا شهر كمان عم ينضرب صواريخ، يعني هذه النقطه مفتوحه الجبهه في انه مواطنين انه مستوطنين تاركين شمال اسرائيل، فاذا عنده مشكله بده يعمل هدف اليوم بهذا الهدوء، يعني قصدي بالحركه السياسيه يعني فشل المفاوضات ويعني وضع يعني ووضع الغام من قبل نتنياهو للقوى الدوليه والاقليميه يلهيهم بالمعابر. نعم. هذا الموضوع يعني هو مستمر بالمعركه. هون انا بطرح سؤال، انه امبارح اخذوا قرار الدخول الى الضفه وتوسيع العمليات الضفه الغربيه واللي هي بدها اسيبيا، هيك هن قالوا. هل انه هو قادر يوصل على السنوار وتارك وقت يخلص عمليات ثانيه؟ لانه مجرد قضاء على السنوار في شيء انتهى. انتهت عمليات. يعني شو عم بيبرمج؟ هل بعدها براسه عمليه ايران؟ يعني عم
بفكروا انه يوصل لمحل تفلت الامور. بعدنا عم برجع عيدا يفوتوا بانشغال امريكا اكثر وانعزال عن المنطقه، انه هيدي بدك تخليها دائما بعين الاعتبار، لانه نتنياهو اليوم بين مطلق اليد، ما حدا عم يقدر يعني يردعه. كانوا يقولوا قبل انه ايران هي تهدد المنطقه، اليوم تبين انه نتنياهو عم بهدد المنطقه. نعم. هو يهدد المنطقه. نعم. وزير الخارجيه الايراني قال لنظيره الايطالي من يومين انه طهران لا تسعى الى زياده التوتر في الشرق الاوسط. ما عم نقول هن الايرانيه عم بيروحوا عند دول بيعتبروا انه بيستعملوا يوما ما هذا الكلام، بحطوا ديبوزيت يعني بيروحوا بحطوا داون بيمنت عند العمانيين، عند العراقيين، عند المصريين، عندهم علاقه مع الاداره الامريكيه، انه نحن كان عندنا حسن نيه انه بكره بالمستقبل اي اداره بتجي انه تفضل روحوا، انه بالوقت الضايع اللي كان عندهم مرحله انتقاليه الامريكان وما كان عندهم يعني قدره على متابعه الملف، نحن كنا ايجابيين تجاههم وسهلنا مثلا عمل حركتهم الدبلوماسيه. هذا اللي عم يعملوه الايرانيين. نعم. ايه رايك الحرب الشامله بشكل عام على لبنان مش على المنطقه ككل حانت حان وقتها؟ على لبنان انا بستبعد، لانه موضوع حرب لبنان هو هل انه ايران ستضحي بحزب الله؟ يعني ما فينا هون انه نعتبر انه الاقرار بالنتيجه بدمار لبنان انه هو عمليه انه ما فينا نحكي عنها، لا، الحرب الشامله معناتها قلناها اسرائيل ستصاب وستضرب بمناطق حيويه، انما انه سيكون لبنان قدام مصير مجهول وبيشبه غزه. نعم. اليونيفل والتجديد لها من دون تعديل بتعديل، ونحن يعني تقريبا ب 31 الشهر مفروض انه نلاقي حل لهذا الشيء، برايك هل سيتم التجديد من دون تعديل؟ العناوين الكبيره اللي كان عم ينحكى عنها كلها بعدها يعني محور النقاش، بس رايحين على التعديل يعني الذي هلا يخلي انه القوات الدوليه بواقع الحالي. هن الاسرائيليين طالبين كانوا صلاحيات اوسع للقوات الدوليه تفتيش بالمنازل اذا استشبهوا فيه، وهذا مرفوض بيعتبروه يعني الجانب اللبناني انه هذا له علاقه انه بالاملاك الخاصه ما له حق يفوتوا. يعني اجى شخص قال لهم وصل لهم معلومات من اسرائيليين انه في مستودع بمنطقه معينه انه ما فيهم يفوتوا قبل ما يحكوا مع الجيش اللبناني، وصاير في حوادث بهالاطار. هذا تطير الدرون ومن ثم يعني بعد الكاميرات، هذا اجراءات تفصيليه. الفرنسي لانه يعني بيعتبر انه جيشه الموجود في الجنوب هو يعني هو بمثابه اسرى بين ايدين حزب الله، يعمل دائما باتجاه يعني مرادات حزب الله وتامين مصالحه ونقل وجهه نظره، وهذا اللي عم ينعمل. نعم. رئيس تحرير الكلمة أونلاين، أنا بتشكر حضورك استوديو لبنان الكبير. ما تنسوا تتابعونا على منصات موقع لبنان الكبير، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، ولمشاهدة الحلقة كاملة على يوتيوب. شكرا وإلى اللقاء.